اليوم ان شاء الله الافتتاح الرسمي تاع الحمله الوطنيه لمكافحه افه البفروة وسوس التمر اللي مرانا هنا في ولايه ورقله. احنا كمعهد وطني لحمايه النباتات كل عام نساهموا في هذه العمليه من خلال شاحنات لرش المبيد. كما تعلمون يعني ولايه ورقله تربى على تقريبا 2600 نخله، عدد النخيل اللي باش السنه ان شاء الله راح نديروا عمليه ثلاث مهاره هي تقريب 6035 الف نخله. يعني هذه العمليه يعني قليله بالنسبه للعدد تاع النخيل.